السلام عليكم، كيف الجميع؟ معكم مام من كارت باير فيكس. كثير بتجيني اسئله دائما على التليفون وعم يتصلوا فيي، واي حدا بيجي لعندي بيسالني هذا السؤال: اي احسن، بلاي ستيشن 5 اليابانيه، الكوريه او هذا او الاوروبيه؟ والصراحه الجواب هو جواب واحد لهي الشغله، ويا ريت الكل يتفهمها. واكيد في منكم حيكتب لي بالتعليق انه لا، في فرق. الفرق من بيناتهم لهي الجهازين هو اللغه وبس، اللغه وبس. من الاخر ما حدا يفكر او يصدق اي شيء بيقول له شيء محل بيروح على محل بيقول له الكوريه احلى او الاوروبيه احلى من الكوريه، كلهم نفس الشيء. من الاخر يا شباب ما حدا يصدق. انا كشخص مصلح، انا شخص ما بتعامل بالبضاعه، هلا اكيد في منكم حيسالني طب ليش الكوريه ارخص من الاوروبيه؟ اجمالا نحن عنا هلا نحن هون بالبلد اليابانيه هيدي الاوروبيه عم بيكون عليها كفاله، وهي الكفالة على كفالة سنة. فالكفالة هايتي بتضمن هالشي انه اذا بحال صار لشي البلاي ستيشن لحال، جيت تاني يوم عم تدورها مع بتدور، جيت ما بتطلع الصورة وكل شي تمام، انت منك يعني منك ما البلاي ستيشن ما وقعت من ايدك او شي لحال هيك خربت، الكفالة بتغطي هذا الشي. اما اليابانية عم يجوا مش من شركة يعني، ومش مكفولة، عم تكون مكنة عادية مثل ما اي بلاي ستيشن بتشريها او مثل اي تليفون بتاخده اليوم جديد. في تليفونات مكفولة، في تليفونات مش مكفولة، بس الكفالة حقها مصاري مش ببلاش. طبعا هذا الفرق السعر دائما، انه هاي الاوروبية عم بيكون عليها كفالة، كمان هيك عم بتكون اغلى من اليابانية العادية. هلا الفرق من جوا، في فرق شغلة واحدة واللي هو اللغة، وفي شغلة تانية بدي خليكم تفهموها، لانه في ناس عم بتفكر انه هلا الموديل الجديد هذا كله ياباني وهذا منه منيح. في بالاخر هلا اخر يعني اخر فتره نزلت بلاي ستيشن 5 جديده، فيرجن جديد بيقولوا له ال 1200، وال 1200 هيدي بتختلف عن الفيرجن اللي قبل اللي هو 1100 و1000. بتختلف من جوا انه البورد بيجي اصغر، الباور سبلاي بيختلف شوي، الهيت سينك المبرد بيجي اصغر، المروحه فيشه اطول، يعني هيك شيء. يعني الصراحة الشركة مخففة غراض عليها، يعني البورد صار تقريبا رايح نصه، في اكيد في قطع ناقصة منه ناقصين، وهن هذا الشيء بوفروا على حالهم وهيك بصير يربحوا اكثر. وحتى الهيت سينك اصغر، بس من جو يعني كاداء البلاي ستيشن نفس الاداء، المعالج نفسه نفس القوي نفس كل شيء، بس الشركه مخففه هالشيء لحتى تخفف الكوست عليها، التكلفه لتصنيع الجهاز بتخف عليه وهن بصير يزيد مربحهم. هلا لحتى عم بتكون هيدي ارخص من قبل يعني من هول الاوروبيه، اول شيء في فرق الكفاله، والشغله الثانيه انه باليابان البلاي ستيشن سعره ارخص من برا، ارخص من اوروبا. باوروبا اخر فتره غلوا سعر البلاي ستيشن عالميا، ما في الا بامريكا ضلت 500، اما صارت برا في مناطق اوروبا 550 سعرها، فكرمال هيك عم بتكون اغلى. هلا الهاي اليابانيه اللي نزلت عم تخرب كثير، لانه هيدا فيرجن جديد نازل، ففي احتمال انه انت يعني تشتريها وعلى حظك انت تخرب يعني بعد شهرين ثلاثه، يعني مثل ما بيقولوا ضرر يعني عطل من الشركه، او يعني مثل ما بدي اقول لكم خطا مصنعي يعني او هيك شيء يعني، وانت وحظك مش دائما يعني. حتى هول البلاي ستيشن المكفولين هن سبب الكفاله عليهم، انه في كثير منهم كانوا عم يخربوا، بس الحلو انه كان الزبون عم يكون دافع حق الكفاله، بيروح بوديها على الكفاله بياخذوها وبيعطوه وحده ثانيه بدل. اما فرق انه شغله موديل 1000 او 1100 او 1200 نفس الشيء، حتى في موديل 1200 عم بيكون اوروبي، والفرق بين الاوروبي وهذا برجع بذكر انه بس لغه، يعني المصنع هو ذاته واحد، مش انه هيدي كوريه، ما هي الشركه يابانيه، ما شركه سوني يابانيه اساسا، فالمصنع عم بيكون يعني بمصنع واحد بس، التصنيع المعالج هو الاساس، الاي بي يو عم بيكون مبرمج على الديفولت اللغه الصينيه اللي هي اليابانيه او ما بعرف هي لغه بالضبط يعني. اما بالاوروبيه عم تكون معمول الديفولت بالانجليزي، بس اثنيناتهم فيك تغير فيهم اللغه، يعني اول ما تعمل سيت اب للبلاي ستيشن توصل المسكه باول ما تدورها فيك تنقل اللغه اللي بدك اياها هي. بس انه هل يا ترى من جوا بيختلفوا قطع؟ نفس الشيء، ما حدا يفكر يقول لكم الكوريه منا منيحه او اليابانيه او انه الاوروبيه احلى من الكوري، نفس الشيء. إذا فيك تشتري الكورية وعليها كفالة، روح اشتري عليها كفالة، هي ذاتها ما حدا يصدق هالشي، ما حدا يفكر بالتخريف. بأيام البلاي ستيشن 4 من زمان لما طلعوا بأيام 2013-2014 كمان كان في شغلة كورية وأوروبية، وهيدي الشغلة اللي كانت الوحيدة المختلفة من جوا بعدها لهلأ بتجيني هالبلاي ستيشنات، إنه البلاي ستيشن 4 اليابانية لما بتجي بتضغط انتر إدخال وخروج، عادة بالبلاي ستيشن العادية ادخال وخروج مثلا بالمسكة تكبس اكس
يلي هو الادخال وخروج يلي هي الاو. باليابان وبالصين وهول عندهم العكس، عندهم الدائره الاو هي الادخال والاكس هي الخروج. وحتى بايام لما كانت بدها تنزل البلاي ستيشن 5 واعلنوا شركه سوني انه رح تكون كل البلاي ستيشنات اللي حتنزل حتكون الدخول هو الاكس والخروج هو بالدائره، اليابان والشعب الياباني انه رفض هالشيء وصار يغير، يعني صار يكتبوا لهم بتويتر وهول انه هن انه هذا غلط، انه سنزعجوا انه هن معودين عندهم يعني عادي من زمان ايام بلاي ستيشن 4 الخروج بالاكس والدخول بالدائره. ف يعني هاي هي كانت الفرق الوحيد، وانه اللغه شوي بالصيني بس تنعمل انجليزي عادي. ما حدا يصدق انه اليابانيه او الكوريه او الصينيه بتختلف عن الاوروبيه، نفس الشيء بس لغه. اذا بتطلع بهاي البلاي ستيشن 4 اللي هي الفات هاي اللي قدامي، هيدي الفات، وخلينا نجيب وحده بعد، هيدي بلاي ستيشن 4 فات، هيدي بس بلا الكفر تبعولا، الكفرات من شالها، شايفين كيف شكلها من هون؟ وهيدي بلاي ستيشن 4 فات تاني كمان، بس هيدي الموديل ال 1200 بالبلاي ستيشن 4 الفات. اذا بسحب هيدا الغطا اللي هو هون، ها تمام، اذا بتطلع بشكل هاي من هون ليك كيف شكلها، واذا بتطلع بشكل هاي الفور الفات ليك كيف شكلها، ليك الجنب هون كيف شغله مطرح الهارد ديسك، ليك الجنب مطرح الهارد ديسك. طبعا هيدي بتختلف عن هاي، هيدي فيرجن محسن، باورها بيختلف عن باور هيديك، هن كل يعني فيكم تقولوا نفس الشيء تقريبا، نفس المواصفات، بس هيدي فيرجن محسن، انه كمواصفات كاداء نفس الشيء، بس هيدي قطعه بتختلف من عن هاي، الاي سي فيها بتختلف تبع الصوره، الاتش دي ام اي بتختلف، الباور سبلاي بيختلف، الليزر بيختلف، هيدي محسنه وقتها نزلوها، كرمال هيك سموها ال 1200، هو اخر اصدار من البلاي ستيشن 4 الفات، وكذلك الشيء عم بيكون للبلاي ستيشن 5. هلا اخر اصدار نزل اللي عم يسموه الكوري هو ال 1200، ومنه كوري، هو مصنع بكوريا وارخص، الفرق السعر الارخص، عم برجع بذكر انه باليابان عم تكون ارخص الشحن، وهلا بالاخص انه اخر فتره كان قبل ما فيك تلاقي بلاي ستيشن 5 بسهوله، هلا صارت موجوده قد ما بدك، صار في كميات هائله عم بينجاب، صار في الشركه بلشت تضخ، يعني صارت عم تطلع عم تصدر، قبل ما كان في كرمال هيك كان في استحواذ على يعني يعني استقرار على على الكميات، ولانه عم بيصير في يعني كميات قليله عم تنباع وعم يخبوهم ويخزنوهم، عم يعلى سعرها بالسوق السوداء وعم تصير غالي، كرمال هيك عم تكون غاليه لتنشرها. قبل برجع بذكر كان نادرة، كانت أغلى هي حتى بتروح برا بأوروبا وبأمريكا ما كان في تشتري منها، هلا صار في منها كتير، وبعد هلا في مناطق ما في منها ببلاد برا، بس إنه في أكثر بلاد صار في منها كرمال هيك. وشغلة تانية إنه في كفالة عليها، يعني هوا الشغلتين بتحسب، عشان هيك أغلى، عشان هيك هلا هيدي اليابانية أرخص، عم تكون اليابانية عم تكون مش مكفولة، وعم تكون عم يجيبوها بسعر أرخص من برا، عرفتوا كيف؟ بس هل يا ترى بنصح تشيل اليابانية؟ روح اشتريها عادي، ما تخاف، روح اشتري الكوريه وفر على حالك، بس اكيد اذا انت قادر تدفع زياده بنصحك تروح تشتري انا ساعتها هيدي الاوروبيه، لانه عليها الكفاله، مش لانه اوروبيه، لانه الكفاله، لانه ما بتعرف انت وحظك، يمكن تشتري الاوروبيه هيدي وما بعد شهرين ثلاثه بتخرب، اذا معك كفاله، وكفاله انه تبديل مش كفاله تصليح، كفاله تبديل، اذا مكفوله كفاله تبديل، اذا بحل خرب للجهاز عندك تاخذها عند المحل ويبدلوا لك اياها، ما بتفرق مع كربت البلاي ستيشن، بتودي بتودي البلاي ستيشن على المحل بيعطوك وحده محلها. هيدي اليابانيه او الكوريه هي هيدي ما عم يكون عليها كفاله، اذا بحل خربت لانه في احتمال تخرب اكيد، ما بتعرف يمكن باحتمال تشتريها وما تخرب معك ابدا، حتى انتبه مش ضروري تخرب، يعني اذا خربت وما عليها كفاله يعني انت بقدر تتحمل يعني هالشيء، وانت بتروح تدفع مصاري حق التصليح، الكفاله بتدفع زياده بس عليه تعطيك كفاله من هون لسنه. وبس هذا اللي بدي اخبركم اياه. كان معكم مهم من قناه ماير فيكس، بتمنى تكتبوا لي تحت بالتعليق شو عندكم اسئله وشو عندكم، ان شاء الله بجاوب انا بفيديوهات يعني بالمستقبل، وكمان ان شاء الله بشوفكم فيديو جديد. باي.